وعلى حركة الله مشاهدينا متابعينا جمهورنا الكريم ينطلق الشوط الثالث للخيل المهجنة لصلة كفاءة الدرجة الثالثة انطلاقة موفقة ولمسافة 1400 متر 13 راس في هذا الشوط كل التوفيق للجميع بريجي في المقدمة ولكن الآن الاندفاع يأتي من خلال فارس اندرايد ومتابعة أيضا من الجهة الخارجية محاولة التقدم لمالبيتود يونز وفي نفس الوقت هلال في ثالث المراكز بينما المركز الرابع لبريدي ومحاولة في المركز الخامس من جولد تريد مع ادواردو بيدروزا إذا لازلنا مع الصدارة مع رقم 9 فارس اندرايد مع توماس لوكاسيك ومحاولة الدفاع من الجهة الداخلية هنا التوجه نحو الانحطاط الأخير في هذا الشوط نتابع وإياكم الشفرة إلى المقدمة مع سفيا سياني محاولة التقدم من هلال وأيضا بريجي وفي نفس الوقت من جولد تريد وفي نفس الوقت بلديتود يونز إذا هنا المتابعة تأتي من شفرة إلى المركز الأول بريجي وأيثار الإنتي إلى المركز الأول الدفاع عند الأمتار الأخيرة نشاهدنا رقم 11 بلديتود يونز الدفاع قوي إلى المركز الأول مع ونتائج الشوط الثالث أعزائي الجمهور والحضور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم 11 الجواد بالدروز ملك السيد عبد الله حسن علي عبد الملك والفارس ستيفان لجاد والمدرب دابي ماونتينج مبروك بتوقيت وقدره دقيقة و22 ثانية و64 جزء من الثانية في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 5 بيرجي ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري والفارس هاري بنتلي وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 1 بوفور بروك ملك السيد إبراهيم حسن المالكي لجهني والخيال جيرالد أفرانش وفي الترتيب أيضا الثالث الجواد رقم 8 هاي هولي ملك السيد خالد راشد غانم كشك المهندي والفارس مارفن سولن وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 7 جولد تريد ملك السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي والفارس ادوارد بيدوس الف مبروك لاصحاب المراكز المتقدمه وحظا اوفر للذين لم يحالفوا الحظ